بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا ايوب محمود ايوب ممثل الروتري الدولي. نحن نحتفل اليوم بالاقزام الذين يمثلون حوالي عدد كبير في مصر، حوالي 150 الف خزمة مهملين اجتماعيا واقتصاديا. من حسن حظنا ان الحكومة بتهتم بهذه الفئة، وسنشرفنا اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة ولي، وبالمناسبة هي زميلة روترية، لان الحكومة والروتري بيحطوا ايدهم في ايد بعض لإقالة الطبقات المحرومة والفقيرة والمهيضة الجناح، إقالة عثراتهم وتحويلهم من ماينس، من السالب إلى الموجب، بحيث يكونوا قوة إنتاجية في المجتمع يضيفوا ولا يخصموا. ده دور الروتري، هو العطاء المتجرد من الهوى وبعيد عن الخوض في الدين أو السياسة، عشان نكون واضحين. زي ما بقول دايما، إحنا أكبر إنجاز للروتري الدولي هو القضاء على شل أطفال في العالم، وهو ساعد مصر حينما احتاجته مصر أكثر من مرة، آخرها لما اكتشفنا شل الأطفال في عدة مناطق في مصر، وعلى أثرها تم التطعيم بمعونة من الروتري الدولي. زي ما قلت 2,800,000 جنيه كانت معونة من الروتري الدولي، وإحنا سعدة جدا إن إحنا عملنا ده، لأن إحنا بنرد للمجتمع الدين اللي علينا للمجتمع، لأن إحنا نشأنا وترعنعنا ونجحنا من هذا المجتمع وبأساليبه التعليمية ومؤسسات تعليمية. إحنا فخورين إن إحنا تعلمنا في الجامعات المصرية اللي كانت مجانية، وسنستمر في العطاء، لأن دي مصر تستحق منا كل إيجابية عن طريق الروتري. حقيقة حتى الآن، وخاصة بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي، لم نجد أي عراقيل أو عقبات. ولعلم سيادتك، كل نوادي الروتري مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، الاتحاد النوعي للأندية الروترية مسجل في وزارة التضامن الاجتماعي، الوزيرة الحالية لأنها روتيريان أصلا لا تألو جهدا في مساندة أي نشاط إيجابي ينعكس بمردوده على تنمية المجتمع. ليس هذا فقط، لكن حتى وزيرة التنسيق الحضاري الدكتورة ليلى اسكندر طلبت مننا المساعدة في مشروعات محددة في العشوائيات، وسنقوم بذلك، لأن نوادي الروتري في مصر عندنا 80 نادي، حوالي 2000 روتيريان يمثلوا قوة عمل، وكلهم من أصحاب المهن ورجال الأعمال قادرين على العطاء للمجتمع المصري. اللي بنحس بيه كشعب هو المشروعات التي ننفذها بمعونة من الروتري الدولي. وحتى نكون واضحين، نحن نحدد مشروع محدد للروتري، وهو الروتري إذا وجدوا مشروع يغطي عدد كبير من الناس فأنه يساهم فيه. نادي روتري مصر جدا الذي أتشرف بالانتماء إليه عمل 3 مشروعات مع الروتري الدولي تنصب على مياه الشرب النقية في أكثر القرى، حرمانا من مياه الشرب النظيفة في اليوب وفي محافظة الدقهلية وفي موقع آخر لا أذكره حاليا. لكن الروتري الدولي أو المصري يسعى فقط إلى تنمية المجتمع، خدمة المجتمع، بعيد عن أي تحزبات أو تعصبات، حتى نكون واضحين وضوح الشمس.